اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في النقد الرياضي، استاذنا الاستاذ جمال الزويري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك يا استاذ. الله يخليك. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ نورك. كله تمام؟ تمام الحمد لله. لسه جاي من العزاء برضو دلوقتي هنتكلم في هذا الامر. هذا استاذ عبد الحكيم ابو علم. اهلا وسهلا كابتن. نور يا استاذ ابو حكيم. ربنا يخلي حضرتك كابتن. استاذ عمر البنوبي، منور يا استاذ عمر. نورك كابتن اسلام. ربنا يخليك. استاذ جمال، خليني ابدا مع حضرتك، وطبعا عزاء واجب للكابتن محمود الخطيب والكابتن امير توفيق. طبعا بنقدم خالص العزاء لكابتن محمود الخطيب في وفاة شقيقته، والاستاذ امير في وفاة والده، وبنتمنى لهم يا رب الرحمه باذن الله. والحقيقه برضو يمكن انا التقيت مع الاستاذ محمود، كنا في العزاء وكان في مجموعه من الرجال الرياضه والنقد الرياضي. أيوه. عدد كبير جدا، وكانوا حريصين على ان هم يقدموا واجب العزاء للكابتن محمود الخطيب. وبنتمنى يا رب الرحمه للفقيده، وان شاء الله يكون اخر الاحزان. استاذ محمود، طبعا بنشاطر الكابتن محمود الخطيب الاحزان وكابتن امير توفيق يعني، ولكن المواقف اللي زي دي كابتن اسلام بتبقى برضه رهان على حب الناس والتاريخ الكبير كابتن محمود الخطيب. مش عاوز اقول لك يعني انا خدت مشوار لغايه هنا مع الناس اللي معاهم، هم بيتكلموا على اخلاق الكابتن وتاريخه. وكابتن محمود الخطيب طبعا بيقولوا له البقاء لله، دي حال سنه الحياه والدنيا، وكلنا راحلون يعني، ربنا يعني يلهمهم الصبر واهليهم وزويهم والاسره. وبقول للكابتن امير يعني طبعا رحيل الاب تبقى صدمه كبيره جدا يعني، ربنا يعني يثبته ويلهمه الصبر يعني. نتمنى يعني لاسره النادي الاهلي الخير طبعا والسلام والبقاء لله. استاذ ابو حكيم، احنا بنشاطر طبعا الكابتن محمود الخطيب الاحزان في وفاه شقيقته. يمكن الحاجه بس الملفته للنظر ان الكابتن الخطيب النهارده برغم ان هو كان المفروض مرتبط بتلقي واجب العزاء مساء اليوم يعني في التجمع الخامس، لكن كان موجود في النادي وعمل اجتماعات ومارس يعني الشكل الطبيعي. يمكن ضريبه ان انت بتعمل في عمل عام ونادي كبير زي النادي الاهلي، موجود وعمل اجتماعات بشكل طبيعي جدا. برضه الكابتن امير لحد امبارح برغم ان والده كان، لو النهارده امير كان موجود وعرف وهو موجود في الاجتماع، تلقى الخبر هو في الاجتماع. والده كان عنده ظروف صحيه، وبرغم كده يمكن دي الضريبه للكابتن الخطيب برغم الالام والاحزان شقيقته الكبرى، لكن كان موجود في النادي النهارده، وكمان كابتن امير يمكن حضرتك بتاكد انه كان موجود النهارده. فدي الضريبه، وبنقول لهم يعني ربنا معاهم وبنشاطرهم الاحزان. يعني انا طبعا بتوجه بخلص العزاء للكابتن محمود الخطيب والكابتن امير توفيق في مصابهم الأليم، وفي نفس الوقت المشهد اللي شفناه النهارده في العزاء يعني انا بعتقد انه ده الارث اللي بيسيبه كابتن الخطيب كمان لكل واحد بيتعامل معاه وبيشوفه. بتشوف ناس من اجهزه الدوله بالكامل، بتشوف نجوم الرياضه، بتشوف الاعلاميين، بتشوف كل الناس حابه ان هي تشاطره احزانه، لانه راجل يحترم نفسه ويحترم الجميع، وبينال الحب واحترام وتقدير كبير من كل من تعامل معه، حتى من اللي الناس من اللي ما يعرفوش بشكل شخصي. فبالتالي يعني انا بقول بقاء لله، وان شاء الله ربنا يجعلها اخر الاحزان يا رب ان شاء الله.